أخبار اليوم. الإيكومونات الأسبانية تؤكد تضامنها مع مصر في الحرب ضد الإرهاب. أدانت الحكومة الإسبانية مؤخرا الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في مدينة حلوان جنوب القاهرة والتي قتل فيها نحو 8 شرطيين، وأكدت الحكومة الإسبانية دعمها الكامل لمصر ضد الإرهاب. كما أعربت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية الإسبانية عن ثقتها في أن مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة سيتم تقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة تضامنها الكامل مع السلطات المصرية وحربها ضد الإرهاب. ووفقا لصحيفة الإيكونوميست الإسبانية، فقد أعربت الحكومة الإسبانية عن تعازيها لأسر وزملاء الضحايا، كما أشارت أنه لابد من وجود دعم دولي لمكافحة هذا الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم.